توج الفيلم الطويل غضب للمخرج البولوني ميشيل فاكرزين بالجائزة الكبرى مارتشيكا للمهرجان الدولي السادس للسينما والذاكرة المشتركة الذي اختتمت فعاليته الأحد بالناظور. جائزة أحسن سيناريو عادت لفيلم إيبيريتا للمخرج المغربي محمد بوكو، بينما فاز الإسباني أوسكار مينوس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 13 يوما من أكتوبر للمخرج كارلوس ماركيز مارسيت، فيما حازت كل من دنيا حميدي وابتسام عباسي على جائزة أحسن ممثلة مناصفة عن دورهما في فيلم إيبيريتا. في صنف الفيلم الوثائقي اختارت لجنة التحكيم فيلم رسم الذكريات للمخرجة البيروفية ماريان إيدي، فيما عادت جائزة البحث للفيلم فانتازيا الكاريبي للمخرجة الدومينيكانية جوهان تيريو. حفل اختتام دورة هذه السنة التي نظمت تحت شعار ذاكرة مياه المحيط تميز بمنح اللجنة العلمية جائزة مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم لفائدة مؤسسة الثقافات الثلاث، وذلك عرفانا بمبادراتها في مجالات النهوض بالحوار والتعايش والسلام في العالم. برنامج الدورة تضمن عرض 8 أفلام في صنف الأفلام الطويلة تمثل كل من العراق وبولونيا وإسبانيا والهند والبرتغال وإيطاليا واليونان فضلا عن المغرب. هذه التظاهرة التي احتفت بالسينما الهندية أتاحت الفرصة لتنظيم أنشطة سينمائية تمحورت حول تيمة الدورة ذاكرة مياه المحيط بأبعادها وامتداداتها المتنوعة. وجرى بالموازاة مع عرض الأفلام تنظيم ندوات فكرية وورشات كتابة السيناريو والإخراج ومعرض للوحات التشكيلية.